بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريو 2020، أقدم لكم تصحيح امتحان رياضيات باك 2020 شعب التقنية الرياضي الموضوع الثاني والتمرين الرابع. انتبهوا. إذا نأخذ قسط من الوقت لقراءة النص. النص شوية طويل. إذن ننطلق في التصحيح. إذن الموضوع اثنين، التمرين رابع. أولا مطلوب لنا ألف بين أنه من أجل كل عدد حقيقي X من المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية F فتحة لـ X يساوي ناقص واحد ناقص أسي ناقص X مضروب في اثنين أسي ناقص X زائد واحد. إذا نبدأ أولا الدالة f لx هي x ناقص واحد زائد واحد على ربعة اثنين أسي ناقص x ناقص واحد مربع. f فتحة x هي واحد زائد واحد على ربعة اثنين رم في ناقص اثنين اكس. هذه هي إذا ننشر فتحة لـ x هي واحد زائد واحد على اثنين اثنين أسي x ناقص واحد اثنين أي واحد ناقص ربعة أسي اثنين إكس زائد اثنين أسي إكس فتحة لإكس هي واحد ناقص اثنين أسي ناقص اثنين إكس زائد
أس هي إكس ناقص إكس. إذن هي ناقص 2 أس هي ناقص 2 إكس زائد أس هي ناقص إكس زائد 1. نفرض أن أس ناقص إكس هي جراند إكس، تولينا إف فتحة إكس هي ناقص 2 إكس مربع زائد جراند إكس زائد 1. كما تلاحظوا نقدروا هذه نحولها الى جدا عاملين. كيف؟ اكس ناقص 1 او ناقص اي 1 ناقص اكس زائد 1 بعد التعويض، واحد ناقص أس ناقص إكس، اثنين أس ناقص إكس زائد 1. وهذا المطلوب، هذا المطلوب. فيما يخص تحويل إلى جدام عاملين لهنا، ممكن نحسبو لو دلتا تاعها ونحوسو على الحلول نتاع ا فتحة لإكس يساوي صفر، لهنا تساوي صفر، أو نأخذ مثال إكس يساوي 1. إذا إكس يساوي 1 هذا العبارة تساوي صفر، إذن إكس يساوي 1 هي حل من الحلول والباقي كما تشوف. إذن ما ندخلوش في هذا. واحد بي واحد بي أدرس إشارة دراسة إشارة أبنيس إذن واش نلاحظوا لهنا؟ لاحظوا كي نشاهدوا هذه العبارة هذه تاع اف فتحة لإكس 2 أس ناقص إكس زائد 1 موجبة تماما مهما كانت قيمة إكس. بقى لنا دراسة إشارة 1 ناقص أس إكس. إذا واحد ناقص أس إكس موجب، معناه أن أس إكس أقل من 1، معناه
إكس أقل من ال ان واحد، ها راكم تشوفوا. ولهنا إكس أكبر من ال ان واحد معناه صفر، اسم موجبة. يعني إكس أكثر من صفر معناه إكس ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية. إذا كانت واحد ناقص أس إكس سالبة معناه أس ناقص إكس أكبر من واحد معناه ناقص إكس أكبر من ال ان إكس معناه إكس إكس أقل من صفر وأكبر من ناقص واحد، وهذه العبارة هي إكس تنتمي إلى ناقص واحد صفر. إذن اتجاه تغير الدالة، إكس يتغير من ناقص واحد حتى نزيد ما لا نهاية، عبر من صفر فتحة لـ x f لـ x لنا ناقص لنا زائد إذن واحد جيم، واحد جيم أحسب ليميت إذا إكس يعود زائد ما لها إف دو إكس، ثم شكل جدول تغير إف اثنان. إذا نحسب ليميت، لا ليميت إذا إكس يعود زائد ما لا نهاية لإف إكس هي لا ليميت إكس ناقص واحد زائد واحد على أربعة
إكس زائد بنلها لنا كما راكم تشاهدوا هذه الصفر تبقى واحد انكار وهذه زائد ما لا نهايه. دونك اذا لا ليميت هي زائد ما لا نهايه. وفيما يخص الجدول اتجاه جدول تغيرات الداله اف اثنين ألف اثنين ألف واش يقول؟ بين أن المستقيم د ذات معادلة يقالك يساوي إكس ناقص ثلاثة على أربعة مقارب مائل للمحنى سالب. إذا بيكون هذا المستقيم دلتا ذات المعادلة إكراك إكس ناقص ثلاثة على أربعة مقارب إذا وافقت إذا لا ليميت إذا إكس يولو زائد ما لا نهاية لي إف لي إكس ناقص إكس أربعة يساوي صفر. دونك لهنا نقطة استفهام. إذا نبحثو على ليميت إذا إكس يولو زايد ما نهاية لإف إكس ناقص إكس ناقص ثلاثة على أربعة هي لا ليميت إف لإكس إكس ناقص واحد زائد واحد على أربعة ناقص إكس زائد ثلاثة على أربعة. لهنا عندنا هذه نحذفها إكس واش بقلنا؟ بقلنا ناقص واحد لا ليميت إذا إكس يولو زايد ما نهاية ناقص واحد زايد ثلاثة على أربعة زيد وهذا يؤول إلى هذا يؤول إلى صفر زيد واحد ذكر زيد واحد على أربعة لنا ناقص ربعة زائد ثلاثة ناقص واحد على ربعة زائد واحد على ربعة يسمى صفر. إذن تأكدنا أن هذا الليميت هذه تساوي صفر معناه أن وبالتالي إكراك إكس ناقص ثلاثة على أربعة هي معادلة لمستقيم مائل مقارب للمنحنى صفر.
2 ب أدرس وضعية دراسة وضعية CF بالنسبة إلى المستقيم دلتا. إذن ندرس إشارة f لx ناقص وهذا الفرق هذا هو يساوي ناقص واحد زائد ثلاثة أربعة زائد واحد أربعة اثنين أسية ناقص إكس ناقص واحد مربع. معناه لهنا ناقص وهذاك واحد على أربعة اثنين أسية ناقص إكس ناقص واحد مربع ناقص واحد. إذن هذه العبارة هذه ننشرها باش تمدلنا ربع أسية ناقص اثنين إكس ناقص ربع أسية إكس زائد واحد ناقص واحد. معناه ربع أسية ناقص 2 إكس ناقص ربع أسية إكس نختار كعامل مشترك أسية ناقص إكس ناقص واحد. إذن الإشارة تاع الفرق هذا شرط الفرق هذا هو متعلق بالإشارة ل أو أسية ناقص إكس ناقص واحد. إذا أسية ناقص واحد موجبة يعني أسية ناقص إكس أكبر من واحد معايا ناقص إكس أكبر من صفر معناه إكس وهذا الحالة هذه سي إف فوق دلتا. إذا أسي ناقص إكس ناقص واحد سالبة معنى أسية ناقص إكس
أقل من واحد، وفي هذه الحالة x ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية. في الحالة cf تحت دلتا. نقطة التقاطع CF هي A صفر ناقص ثلاثة على أربعة. ثلاثة، بين أن المنحنى البياني CF يقبل مماس T موازيا للمستقيم دلتا يطلب كتابة معادلته له. إذن معادلة المماس T المعادلة العامة للمماس هي F فتحة في النقطة X صفر مضروب في X ناقص X صفر زائد F لـ X صفر. T موازي لدلتا معناه F فتحة لـ X صفر فاصلة المماس هي واحد. ونعرفوا باللي F فتحة لـ X هي واحد ناقص أوسيا ناقص X مضروب فيها اثنين أوسيا ناقص X زائد واحد. إذن في النقطة الفاصلة X صفر عندنا F فتحة لـ X صفر هي واحد. ما عليا إلا أن ننشر هذه العبارة هذه. بعد النشر هي 2 أوسيا ناقص X صفر زائد واحد ناقص 2 أوسيا ناقص 2 إكس صفر ناقص أوسيا ناقص إكس صفر يساوي واحد. مدنا 2 لنا
لنا صفر، ولا هنا نكتبو منين أوسي إكس يسمى أوسي إكس ناقص أوسي ناقص إكس صفر، زائد أوسيا إكس صفر تساوي صفر. معناه أوسيا ناقص صفر واحد ناقص اثنين أوسيا ناقص إكس صفر تساوي صفر. إذن هذا هذه المعادلة عند عامل وعامل آخر. العامل الأول هو موجب ما يقبلش الانعدام وهذا يساوي صفر. هذا معناه 2 أوسي إكس يساوي واحد، معناه أوسي ناقص إكس صفر يساوي واحد على اثنين، وناقص إكس صفر يساوي الآن واحد على اثنين. إكس صفر هي ناقص الآن واحد على اثنين. إذن x صفر يساوي ناقص ln واحد زائد ln اثنين، و x صفر هذا يساوي صفر، ماكوش يبقى ln صفر هي ln اثنين، معناه 0.69. إذن هذه هي الفاصلة التماس تساوي الآن اثنين. نحوسو الترتيبة، الترتيبة هي معناه ال اثنين واحد
يساوي على 2 ناقص 1 زائد 1 على 4 2 إذن معادلة المماس هي إيكغاك على إكس زيد ال ان 2 ناقص 1 اي جرال هي اكس ناقص 1 أربعة بين المنحنى السياف يقبل النقطة انعطاف يطلب تعيينها نقطة انعطاف نقطة انعطاف هي حل للمعادلة F فتحتين x يساوي صفر إذن أ فتحة لـ x هي 1 على ناقص أوسيا x
مضروب في 2 أوسيا ناقص إكس زائد 1. إذن فتحة إكس تحتين إكس هي واحد ناقص أوسيا إكس مضروب في ناقص 2 أوسيا إكس زائد أوسيا إكس در 2 إذن بعد النشر شمدلنا ناقص 2 أوسيا ناقص إكس زائد 2 أوسيا ناقص 2 إكس زائد 2 أوسيا ناقص إكس زائد أوسيا ناقص إكس. هذه تروح، واش يبقى لنا؟ يبقى لنا 2 أوسيا ناقص 2 إكس زائد أوسيا ناقص إكس، نكتبوها كذلك، أوسيا إكس كعامل مشترك، مدلنا 2 أوسيا ناقص إكس زائد 1. نقطتين طاف إذن F نعود واحد ناقص أوسيا إكس مضروب في 2 أوسيا ناقص إكس زائد 1. إذن واحد ناقص أوسيا ناقص إكس مضروب في ناقص 2 أوسيا ناقص إكس، ومن بعد أوسيا ناقص إكس زائد مضروب في 2 أوسيا ناقص إكس زائد 1. إذن كي نضرب صافي 2 ناقص 2 أوسيا ناقص إكس، لهنا زايد 2 أوسيا ناقص 2 إكس، ولهنا أوسيا 2 ناقص أوسيا ناقص 2 إكس زايد أوسيا ناقص. إذن واش عندنا؟ لهنا عندنا 4 أوسيا ناقص 2 إكس، ولهنا ناقص أوسيا إكس.
معناه أوسيا ناقص إكس هي 4 أوسيا ناقص إكس ناقص 1. إذن أ فتحة لـ إكس فتحتين لـ إكس هي 0 إذا كان 4 ناقص إكس ناقص 1 يساوي 0، معناه أوسيا ناقص إكس يساوي 1 على 4. ناقص إكس يساوي ln 1 على 4، معناه إكس يساوي ln 4. إذن الفاصلة لي نقطة الانعطاف هي إكس هذاك. نحوسو الترتيبة الآن، الترتيبة هي اف ال ان ان 4، معناه ال ان 4 ناقص 1 زيد 1 على 4، 2 أوسيا ناقص ال ان 4 ناقص 1 مضروب في 4، ln 4 ناقص 1 زائد 1 على 4، لهنا 2 أوسيا ln 1 على 4 مربع، لهنا ln 4 ناقص 1 زائد 1 على 4 وشني لهنا، لهنا 2 على 4 ناقص 1. ln 4 ناقص 1 زائد 1 على 4 4، 2 ناقص هي ناقص 1 على 2 لهنا، 1 على 2 دونك 1 على 2 لهنا، 1 على 2 دونك تولي 1 على 2، 1 ناقص هذه هي 1 على 2 مربع صافي 1 على 4، دونك ln 4 ناقص 1 زائد 1 على 16، دونك ln 4 ناقص 15 على 16. معناه على 4 على هذاك، معناه ناقص 17 ما هي للجناة. إذن إحداثيات نقطة الانعطاف نقول مثال أوميغا هي ln 4 ناقص 15
La 16. رسم دلتا تي وسيف خيروا لهنا الاعتراف عندك دلتا اكس يقا زيرو هيك انا متروا كار اثنين ناقص واحد ناقص اثنين اذن روا كار لنا يجرك يجر زيرو إكس يقال رواكار هذه دلتا هنا ناقص واحد هنا واحد هنا اثنين هنا إذن سطر هذاك
دلتا سي اف وكذلك نهاوين راكم تشوفوا الرسم، تشوفوا الرسم. إذا عندنا دلتا عندنا الذروة نتاع الدالة اف، الدالة سي اف، عندنا المماس تي، موازي للمستقيم دلتا، عندنا دلتا مستقيم مقارب مائل، هاكم تشوفوا لهنا، ونزيد كذلك نضيف لكم الشكل الرسم بصفة لك دقيقة. انتقلت من البرنامج ديسموس واني فسر مليح. عندك الذروة هاي، عندك لهنا نقطة الانعطاف، هنا نقطة التماس، نقطة التماس، ولهنا باللون الأزرق هي دلتا. لهنا نعطي لكم باللي هم المعادلات تاع الدوال، ولهنا الرسم. إذن باللون الأخضر هي المماس، قلنا في هذه النقطة هذه. عندك المنحنى سياف يقطع محور الفواصل في هذه النقطات، عندك الذروة، وعندك لهنا كما راكم تشوفوا الدلتا، دلتا هو مقارب لسيف، مقارب ما يقيسوش، مقارب بجوار زايد ما لا نهاية. إذن راكم تشاهدوا مليح كيفاه استعملنا برنامج ديسموس بيعطينا الدقائق، بيعطينا التفصيل فيما يخص هذا الرسم. ننتقل إذن إلى السؤال الأخير. وشني السؤال الأخير وش يقول؟
يقول لك ليكون ام وسيط حقيقي عين مجموعه قيم ام التي من اجلها تقبل المعادله اف لاكس لك. اذا خامس سادسا اف لاكس هي اكس زائد ام، اللي يتغير هو ام. لانا كما راكم تشاهدوا الام هي القيم ام هي القيم النقاط تقاطع قيم النقاط تقاطع تقاطع المستقيم دلتا مع حامل محور التراتيب. بيكون عندنا حلين من أجل أن تكون اف لإكس لديها حلين ام لازم تكون تنتمي الى ناقص واحد اي حتى ناقص ثلاثة على أربعة. هذه هي قيم ام. وكما راكم تشاهدوا طولنا ياسر في هذا التصحيح وهذا عنده فايدة كبيرة. نطولوا ياسر في هذا التصحيح لأنه فايدة عندها فايدة كبيرة، ولهذا أطلب منكم إعادة التصحيح بدون مشاهدة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.